اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده خليها سمك، ولكن لما بنقول سمك بيبقى بطعم تاني وبشكل تاني ومدرسه تانيه خالص. النهارده معانا الكابوريا قشريات من عيله القشريات في البحر، ومعانا جمبري من القشريات، معانا سمك القاروص. النهارده هنعمل صينيه القاروص بالكريمه النهارده مع بطاطس، هتعجب حضراتكم قوي على فكره. والقاروص مدرسه مع الكريمه اللباني، هو بيحب الكريمه اللباني، هو اصلا القاروص السمك بتاعه واللحم بتاعه لحم ابيض طبعا لطيف وجميل، هنشوف ازاي ياخد الطعم الفليفر الجميل. معانا جمبري النهارده هنعمله مشوي على طريقتي بالسيخ زي الشيش كباب كده وزي الشيش طاووق، هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله، وهعلمك ازاي تخلي الجمبري ياخد الطعم والفليفر اذا كان بحر او ان هو بتاع مزارع مثلا او خلافه، تعرفيه ازاي الكلام ده هنشوفه طبعا في تفاصيل الحلقه بتاعتنا. معانا شويه كابوريا النهارده عاجبيني قوي على فكره، محملين. يعني ايه محملين؟ يعني الكابوريا دي بيقولوا عليها مثلا في السوق بتاعنا الكابوريا محمله شايله لحم شويه، ففي فرق. كابوريا في ذكر اللي بتشوف اللي هو بيبقى لونه ازرق ده بيستخدم في الشوربه، اما الكابوريا المحمله اللطيفه الحلوه دي بيبقى لونها فوسفوري. هنشوف نعملها النهارده مع شويه رز بالشبت هتبقى لطيفه وجميله. الاكل الحلو ده عدله مشروب صحي بيساعد على الهضم اللي هو اسموزي الليمون بالنعناع، هنشوف التفاصيل في الحلقه بتاعتنا. ما تنسوش طبعا سلطه الطحينه الجميله هنعملها كمان بطريقه جديده. ولكن عايز اقول حاجه قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، احنا البرنامج بتاعنا اكله امي خمس برامج في بعض طول الاسبوع، معانا خميس وجمعه اعاده، يوم السبت من الاسبوع بنعمل اكلات حضراتكم بتطلبوها من خلال السوشيال ميديا، بنكون بنتابع طول الاسبوع طلباتكم من خلال الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، وبناخد الاسئله دي بنجاوب عليها عملي. حلو الكلام. يوم الاحد من كل اسبوع بيبقى اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. بنعمل اكل صحي بقدر الامكان، بنهرب من الدهون والزيوت اللي موجوده في بعض الاكلات. يوم الاثنين من كل اسبوع بنروح على الصعيد الجميل والريف المصري الجميل، بنجيب اشهر الاكلات الجميله من المطبخ المصري بالطعم المصري. يوم الثلاث من كل اسبوع بنسافر كل الدول العربيه والدول الغربيه ونجيب اشهر الاكلات الانترناشونال الجميله الغربيه، والاسماء اللي عايزه نفكها ولغز بنشوفها في فيديوهات ومطاعم بنعملها لحضراتكم. يوم الاربع اللي هو النهارده سمك، بتتعاد يوم الجمعه. ليه يوم الجمعه يا شيخ مغازي؟ لان احنا المصريين فينا عاده من زمان ومتورثه جوانا، بنطلع بعد صلاه الجمعه مباشره ناخد السمك ونروح على البيت نعمله، وبتبقى اكله السمك يوم الجمعه حاجه كده متورثه جوانا وحاجه اساسيه، فعشان كده بنعيد لحضراتكم يوم الجمعه. تسمحوا لي اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خط سير الحلقه معانا قشريات ومعانا اسماك. العوائل العيله في البحر يعني مقسمه لثلاثه، قشريات رخويات اسماك. بنقول الكلام ده دايما، قشريات اللي هو الكابوريا والجمبري والاستاكوزا وبلح البحر والجندفلي، كل ده قشريات. رخويات سبيت وكاليماري والاخطبوط. اما الاسماك من القاروص والدنيس والوقار والهامور وقشر البياض والبربوني والبلط والبوري والحاجات دي كلها. معانا النهارده القاروص بتاعنا الحلو الجميل الطازه ده هنعمله صينيه بالكريمه، ودايما بيسالوا على السوشيال ميديا، فرصه ان احنا بنجاوب برده على اسئله السوشيال ميديا تخص الاسماك. صينيه القاروص اعملها ازاي بالكريمه؟ الكريمه ساعات تفرط مني وساعات القاروص ما يشربش من الكريمه. تعالوا نعملها مع بعض. حبيتين من القاروص الواحده تعمل وزنها من 600 ل 500 جرام، معانا كريمه لباني علبه موجوده في اي سوبر ماركت، معانا توم، معانا من الزعتر والروزماري فليفر جميل جدا، وما ننساش معلقه مستردة في المقادير بتاعتي وملح وفلفل وشويه زعتر. دي المقادير البسيطه السهله وموجوده على الشاشه قدام حضراتكم. بسرعه صوريها بالتليفون او تكتبيها ورايا تاني. قاروص، توم، زعتر، كريمه لباني، مستردة، ما ننساش طبعا معلقتين من الزبده هنضيفهم للكريمه اللباني بتاعتي علشان تدي طعم وفليفر جميل جدا. هناخد القاروص بتاعنا ده كده، سمكية طازة وزي الفل، بتتنضف طبعا، بتشتريها من الراجل السماك بتقول له نضفها لي. المسمى بتاعها في التنظيف تقول له زيت وليمون، زيت وليمون يعني يخلي لك السمكة يديلها سليم زي ما هي كده، وفي نفس الوقت يفتح لك بطنها ويشيل الصدفة بتاعتنا اللي موجودة على جسم السمكة من بره، دي مهمة جدا على فكرة. هناخد السمكة كده بالشكل ده كده، نشوف بطنها جوه أخبارها إيه؟ زي الفل، نضيفة، بنشيل عرق الزفارة من جوه. اخراجنا الجميل عموره، شفت عرق الزفاره بيبقى في السلسله بتاعت السمكه بيتشال من هنا اهو، التفاصيل جواها هنا معانا اهو،
فرسان التلفزيون المصري. بناخد السمكه بالشكل ده كده، نقطعها كده اهو، بنيجي من عند السلسله وناخد السكينه كده ونحس بضربه السكينه في السلسله بتاعه السمكه. ليه يا شيف؟ علشان التتبيله تخش جواها بالشكل ده كده. نعمل دي كمان نفس الطريقه اهو، ادي السمكه اهو، لازم تضرب السكينه ضربه معلم اهو. شفت السكينه من عند الديل كده بتجيبيها اهو اهو اهو، نحس كده بضرب اهو كده، انا سامع صوت السكينه مع السلسله اهو. علشان دايما لما بنسوي السمك بيبقى فيه دم ما بين السلسله وما بين لحم السمكه. اصبحت السمكه معايا زي الفل، بحطها هنا كده زي الفل، اقول لها نامي يا حلوه كده اهو. هو ده، ادي السمك معانا. تعالوا نعمل التتبيله بتاعتنا بالراحه خالص. مستردة، كريمه لباني، ثوم، زعتر وروزماري، وسنه شبت صغير مع بعض كده واحده واحده، لان الموضوع ده سهل جدا. ولما تخش المطبخ تعملي اكل السمك تاكدي انك لازم تكوني رايقه وفايقه، يعني ايه المطبخ مش زحمه بالشكل ده كده اه. اللهم صل على النبي. اول حاجه نحط الثوم بالشكل ده كده، ونحط عليه مستارده، مستارده مع الكريمه اللباني طعم تاني. حلو قوي السلوجان ده، مستردة مع كريمة لباني طعم تاني. حلو، هناخد كده الزعتر بتاعنا والملح والفلفل الاسود اهو، عصرة ليمون يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، ونقلب دول كلهم مع بعض. شفت الجو ده كده؟ ومعانا من الزبده مكعبين، طاس على النار شديده الحراره عشان الزبده ما تتحرقش منك ولونها يتغير، وتحط معلقه زيت حلوه كده، وتحط مكعبين من الزبده، اللهم صل على النبي اهو، تسيح الزبده كده زي الفل. بناخد الزبده كده بعد ما سحت كده اهو زي ما هي كده، بنحطها كده على الخلطه بتاعتك يا ولدي اهو زي الفل. نقلب كل ده مع بعضه أهو. الطعم هنا بدأ يظهر اهو. ناخد الخليط الحلو ده يا عم الشيف، ونضيف له الكريمه اللباني بتاعتي شويه، والباقي هنضيفه على السمك بعد ما يطلع من النار، وندخله الفرن تاني، وننزل شويه الشبت الحلوين دول كده، وناخد الخليط ده نصبه على السمكه على ظهرها، ونخلي الخليط ده ينزل ما بين ضربه السكينه مع السلسله، وفي نفس الوقت كمان جوه بطن السمكه، واحنا شغالين مع بعض واحده 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 اه. بسم الله، يلا الفرن جاهز. السمكه دي عزلها في الفرن من 20 ل 30 دقيقه بالشكل ده كده اهو. شفت اهو، ونفتح بطن السمكه كده، ونحط الحشوه دي كده جوه اهو تاني اه. توم مستردة، شايفة كده اه، ونفس القصة اه، الخلطة دي كده اه. هنا تستطعم السمك بقى. احنا توابلنا هنا ملح وفلفل وشوية زعتر، ما حطيناش لا كمون ولا كزبرة. الكمون والكزبرة عدو الكريمة اللباني، الكريمة اللباني هنا مش هتظهر خالص، هتاخدنا في مدرسة تانية اه. كريمة لباني، زعتر، روزماري، سنة شبت صغيرة اه، عصرة ليمون تاني اه اه. درجة حرارة الفرن لازم تكون قوية جدا، كام يا عم الشيف؟ تقريبا 180 اه اه بالشكل ده كده. احنا المصريين بقى بنحب القرن الفلفل ده كده، شايفين الشقاوة دي كده؟ هنية اهو، شفت الجو ده؟ الصينية كده صورها كده بقى، صورها كده قبل ما تخش الفرن، يلا مع بعض اهي. الطبق اللي أنا بدخل فيه الصينية أو اللي أنا حاطط فيه السمك ده اللي هيبقى في التقديم، عشان كده تحافظ على نظافته من الجناب ومن الأطراف، سواء كريمه سواء زيت، علشان ده اللي هيتقدم على السفره بتاعتي. درجه حراره الفرن بتاعنا 180، بندخلها الفرن بالشكل ده كده، وننظر عليها النظره الاخيره، ايه الجمال والحلاوه دي؟ فرسان التلفزيون المصري. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير بعد نظرات جميله مؤثره تؤثر على الجوع بلطيفه جميله. صينيه القاروص معانا مع بعض على الشاشه. الدراك او الكنعد يا ست الكل يمشي مع الفريك، يتعمل زي المقلوبه او الكبسه. سمك القاروص المشوي بالكريمه اللباني، لسه لغايه دلوقتي ما خلصناش. حلو الكلام، تعالوا نكمل مع بعض. معانا جيبوا لي الكريمه اللباني يا شباب. معانا مع بعض الطاسه على النار، وتعالوا نشوفوا مع بعض ازاي هنعمل الجمبري المشوي. رؤيه، فن، ابداع،
نستحقه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.